ما المقصود بالتامين التعاوني؟ التامين التعاوني ان هو مجموعه بتدفع مال في مكان ما هذا المال يؤخذ يتاجر به يؤخذ يستفاد منه اذا وقعت مصيبه على بعض على احد هذه المجموعه يستفيد من هذا المال يستفيد من هذا المال ومن الربح الذي ياتي وهي دواره كل اشتراكات شهريه في هذا الباب كانها توضع ولما يحدث المصيبه للغير يستفيد ايضا من هذا المال كانها هبه مثاب عليها وهذا الصحيح ليس فيه تمشي لأنها ليس فيها مقامرة بحال الأحوال والاستفادة تعم على الجميع أما التأمين بتدفع التأمين اللي هو التأمين الـ 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 الغير تعاوني التأمين التجاري إيش اللي بيحدث بتدفعه إن لحقت بك المصيبة ممكن تأخذ أنت دفعت 10 جنيه تأخذ خمستاشر ألف عشرين ألف صحيح وإن لم يحدث ومر العام ضاعت عليك فهذه مقامرة والمقامرة محرمة في حوالي 15 وجه لتحريم التأمين الإيش التامين التجاري طبعا ابن من, من المتاخرين والزرقة وغير من اهل الشام قد احلوا هذا التامين وهو حرام الحق انه حرام البت لكن فيها خلاف نعم فيها خلاف